السير بلا مكابح نحو مزيد من الأزمات، وتلك مخاوف اليمنيين على وشك التحقق إذا ما تصاعدت أكثر وتيرة الهجمات وتهديدات الملاحة البحرية غربي البلاد، وهو ما يبدو واقعا لا مفر منه بالنسبة لمحمد الشميري أحد أبرز تجار سوق الجملة والاستيراد بمدينة مأرب. احنا كتجار مثلا نستورد المواد الأساسية مثل القمح والرز والدقيق والسكر، وتم يعني بارتفاع خلال الفترة هذه 30%، والله أعلم بالمستقبل إذا أغلق البحر يعني إيش اللي بيكون مصير الاستيراد. إلى ما قبل أسابيع كانت أسعار القمح والسكر والأرز وغيرها من السلع المستوردة في مأرب مستقرة عند حدود تراجع صرف العملة الوطنية وحسب، غير أنها اليوم أمام تحد آخر يتمثل في زيادة سعرية تصل إلى 30% بالنسبة للسلع المستوردة عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيا، فيما بقية أسعار السلع المستوردة عبر المنافذ البرية المحاذية للسعودية وعمان تشهد استقرارا موازيا لأزمة العملة التي تجاوز معها الدولار الواحد حدود 1600 ريال. السلعة مثل كان القطمة الرز الربان كنا نبيعها إلى 20,000، الآن تبتاع إلى 22,000 إلى 23,000 بسبب ارتفاع العملة. مخزون الغذائي في محافظة مأرب المخزون لا بأس به، يكفي لثلاثة أشهر. صحيح في مشاكل خاصة مع الأحداث في البحر الأحمر، لكن بالنسبة لمحافظة مأرب كونها توجد على منفذ قريب مثلا من المنفذ الوديعة وكذلك المنفذ البري اللي يأتي عبر منفذ شحن. لا قلق، تقول السلطات البحرية بمأرب وتعلل ذلك بأن احتياطيها من مادة القمح سيغطي احتياج السوق المحلية لعدة أشهر قادمة، وهو ما سيعفي المحافظة من الأزمة المحتملة، إضافة إلى اتخاذها إجراءات صارمة وملزمة لتجار الاستيراد عبر الموانئ البرية بدلا عن البحار، ما يعني عدم تأثر أسواق المحافظة بالأزمة الملتهبة في سواحل البحر الأحمر وفقا للسلطات. يحبس اليمنيون أنفاسهم مع تصاعد الهجمات والتوتر العسكري في البحر الأحمر وما قد ينتج عنه من توقف حركة استيراد السلع والبضائع المختلفة، إضافة لأزمات متتالية تمر بها البلاد، لعل أسوأها سعر صرف العملة وفقدانها لأكثر من 600% من قيمتها، ما ينذر بتدهور اقتصادي شامل إذا ما استمر الريال في الانحدار. علي الجرادي، قناة بلقيس، مأرب.